الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لامر. تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أجلها وما يستأخرون وقالوا إنك لمجنون وقالوا يا عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا الملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا إِنَّا
وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penampilan finalis Qori dengan nomor peserta TQ0422. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون Yeah.
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا
قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العظيم. Bapak, Ibu Majelis Hakim, serta hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penampilan finalis Qori dengan nomor peserta TQ0408. Bapak, Ibu Majelis Hakim, serta hadirin pecinta Al-Quran yang mulia. Selanjutnya. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشر إني خالق بشر من صلصال مَسْنُونَ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط
مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم.